ما هي عورة المرأة عند المرأة؟ كعورتها عند الرجل من محارمها، يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين والرأس والقدمين فقط عند المرأة، كما يجوز لها ذلك عند محرمها، لأن الله ذكر المحارم وذكر النساء جميعا في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى قوله أو نسائهن، فالحكم واحد، أي لا تبدي لمحرمها إلا الوجه والكفين والأطراف، فكذلك لا تبدي هذا للمرأة، لا تبدي إلا ما تبديه لمحرمها.